السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي الغالي. ان شاء الله النهاردة معانا فيديو ممتع جدا جدا جدا. حمامتين محترمين، مكاننا زي ما قلنا قبل كده المحلة الكبرى، اللي ما عرفناش عمرو ابو زياد المحلة الكبرى، ويسعدني اشتراكك وتتفرج على حمامتين جامدين قوي 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 النهاردة. يا رب الفيديو نول اعجابكم، وما تنساش اللايك والتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الغاليين، النهاردة ان شاء الله معانا فرجة ممتعة جدا جدا. ديلبر المانيا استيراد خارج وشر اسرار، تمام؟ ديلبر المانيا استيراد خارج وشر اسرار، طبعا من مزرعة اخويا محمد احمد الحناوي، تمام؟ ده يا جماعة حمامتين الله اكبر، بنفرجكم مستويات، طلبتوا من هنا مستويات جامدة، بنفرجكم مستويات جامدة تبارك الله احسن الخالقين. يا جماعة ربنا يبارك لصاحب المال يا رب. طبعا الحمام ده كله يا جماعة لابس استيرادات، مش لابس مصري، الحمام ده كله لابس دبل استيراد. لما بنفرجكم فرجة ممتعة على حمامتين كويسين زي ما انتم بتطلبوا مننا، احنا بنحاول اللي احنا على قد ما نقدر نفرجكم حمامتين كويسين. الحمام اللي انت هتتفرج عليه كله ما فيهوش دبل مصري للعلم بالشاهد. طبعا هي الشمس بقى مش بمزاجي، ربنا يبارك لصاحب المال يا رب. الباين هتشوفوه باين، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك لصاحب المال. دي طبعا يا جماعة ديلبر ألمانية، ديلبر ألمانية بيختلف السعر بتاعها، كل حاجة حسب التقليد وحسب شكل الحمامة وجودة الحمامة، تمام؟ يعني هيقابلك حماريات، هيقابلك مفصصات. محمد احمد بمرض الله يعني جايب حمامتين، ربنا يزيده، دفع مبالغ مهوله بصراحه يعني، بس الراجل غاوي المزاجه مش غاوي اللي هو يبيع، هو جايب الحمامتين دمت لمزاجه اللي هو يفرخهم. الله اكبر، مستويات جباره، هتشوف دلوقتي جميع الالوان وجميع المستويات وجميع الاشكال، يعني الحماريات اهيت اللي احنا ما بنشوفهاش موجودة عند محمد أحمد بما يرضي الله، مستويات كويسة جدا. الألوان الصفرات، بصوا يا جماعة تبارك الله أحسن الخالقين، ده الديلبر ألمانيا اهوت بجميع أشكاله وطفراته. يعني إحنا بنحاول على قد ما نقدر اللي أنا باين لك الصورة الفرد عامل إزاي. ده ديلبر ألمانيا، حمام اللي أنتوا بتشوفوه ده كله ديلبر استيراد مش محلي للعلم بالشيء. بصوا يا جماعه ربنا يبارك لصاحب المال، دي اشوات سماويات تبارك الله احسن الخالقين. بصوا حمام تكوين جسماني محترم جدا جدا بما يرضي الله محمد حبيب، جميع الوانه مش فرد معين طبعا اللي بيجي في الشمس اهوت، انا عايز اوريه لكم بس. حمام الحمد لله شغال بما يرضي الله. يا جماعه دي تمر هنديات مش بضايره، بس طبعا الشمس هي اللي ضاربه في الفيديو، اعذرونا بقى اهي. بصوا يا جماعه دي تمر هنديات، دي برضو تمر هنديات لون تاني، الذكر مدي على صفاء النتايه اللي هي التمر هنديه اللي قدامنا دي. الحمام ده كله مستورد، انا بفرجك على حمامتين محترمين، اتفرج اللي فيه ناس غاويه لمزاجها مش للبيعه. محمد من الناس اللي غاويين لمزاجه مش للبيعه، بيطلع زغاليل بيطلع شبابات، طبعا بنحط رقمه في العنوان، حضرتك عايز منه اي حاجه موجود بامر الله. فيديوهات كتير، تسلسلات كتير نازله من عند محمد احمد فوق المحترمه، لون الكليزر يا جماعه دي البر الماني. بصوا تبارك الله احسن الخالقين، تكوين تاني خالص، شكل تاني خالص، جثمان تاني خالص. طبعا اللي فاهم يعني ايه ديلبر المانيا هو اللي عارف احنا بنتكلم في ايه. حمام يا جماعه جايب ارقام، جميع الالوان جميع الاشكال، مفصصات زرق بضايره اشاء وكتايبه، مفيش لون بفضل الله مش عند محمد احمد، ربنا يبارك له يا رب ويحفظ له ماله. حمامتين كويسين جدا جدا جدا، حمامتين الله اكبر، جميع الالوان
اهو ده انا بس بجيب لكم الدلابر الالمانية. يعني انا بفرجكم بس فرجة صغيرة كده عن الدلابر الالمانية وجمال الدلابر الالمانية. حمام الاستيراد التكوين بتاعه زغلوله بيتباع برقم، على فكرة يا جماعة القص بخمسة وبستة وبسبعة حسب التكوين بتاعه وحسب الشكل بتاعه، كل حاجة حسب سعرها، مش اي مش يعني معنى دلبر المانيا اللي هو سعر موحد، لا هو مفيش الكلام دوت. محمد شاري بارقام اهو، دي برضو اللي هو اللون البضايرة، بسم الله ما شاء الله مفيش حاجة جاية كده يا جماعة. هو حابب الباب ممكن يدفع اي رقم، المهم يبقى عنده جميع الطفرات وجميع الالوان اهو. ده البرلس وتمر هندية، بصوا بسم الله ما شاء الله اهو. ده تمرين تاني وزرقة وشقية، الفكرة عنده الطفرات، الطفرات يا جماعة اهو. ان انا اجيب حمامة كويسة تفرخ معايا تطلع زغلول كويس بما يرضي الله، ولو غاو بيعه كان باع من زمان وكسب كتير، لكن هو فضل ان يحتكر الباب يبقى هو ملك الباب في السوق الوحيد اللي عنده اكبر مجموعة دلبر المانية وشروسرات وجنطات على مستوى جمهورية مصر كلها بفضل الله. محمد احمد بما يرضي الله، بما يرضي الله الوحيد اللي فكر قرار تاني خالص، فكر اللي هو يشغل دماغه في حاجة تانية خالص. انا همسك الباب من اوله لاخره، مش باب واحد لا، همسك الباب من اوله لاخره، جميع دلبر المانيا بطفرات المانيا كل شكل فيها انا هبقى سيد الباب. لاحظوا احنا ما جبناش قص ولا جبنا اتنين ولا جبنا تلاتة، ربنا يبارك لصاحب المال يا رب، على قد ما بيقدر بيجتهد. بصوا يا جماعه هنا بسم الله ما شاء الله، على قد ما بيقدر بيجتهد. دي الكنزراية الالوان اللي مش موجوده اصلا اهيت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يحمي المال لصاحبه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. حمام تقليب جثماني محترم جدا، حمام الله اكبر الله اكبر، ربنا يبارك لك يا محمد يا احمد فيما تملك، بيسعى وعاجبني فيه سعيانه، بيحاول بقدر الامكان يجيب حمام كويس بسعر كويس، بسم الله ما شاء الله حمامتين فوق الصح بمراحل. ده اللي اتفرجتوا عليه شويه اللي احنا اتفرجنا عليهم دول يا جماعه كلهم دلبر المانيا، فاهميني؟ في الابواب برضه دلبر المانيا محطوط في ابواب. بصوا يا جماعه خليكم معانا، هنا تكمله دلبر المانيا اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. تكوينات تانيه بقى خالص، تلوين تانيه خالص، ربنا يبارك لصاحب المال يا رب. الصم الله اكبر، حمام فوق المحترم بشويه اهو، ده عشان اللون بس عاجبني والله بجيبه لكم، تبارك الله احسن الخالقين. دي تمر هنديات اهيت، جميع الالوان والطفرات موجوده عند محمد احمد، جميع الالوان والطفرات موجوده عند محمد احمد. حضرتك عايز زغاليه، عايز شبان، عايز ايا يكن بتتصل عليه، سلام عليكم موجود عندك ايه؟ بيقول لك موجود عندي كذا 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 كذا، مش موجود هيقول لك والله حاليا مش موجود. تمام يا جماعه، محمد احمد من الناس الكويسه اللي بتجتهد، بيجيب حمام بما يرضي الله فوق الكويسين بشويه. الحمام ده بارقام يا جماعه ما تستقلوش اهو، ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك لصاحب المال ويحميه. حمام جامد جدا، مستويات جامده جدا، مستويات جباره، وبالتالي جبت لكم جميع الالوان حتى المفصصات التلجي موجود عند محمد احمد اهو. انا حتى المفصصات التلجي ربنا يزيده ويبارك له موجوده عند محمد احمد، وزي ما قلنا مش قص ولا اتنين ولا تلاته، انا
مفرجك فرجه لنفسك اللي انت اما تحتاج حاجه من عند محمد. انا محتاج لون فلاني هتلاقيه، شكل فلاني هتلاقيه، اي حاجه تتخيلها هتلاقيها موجوده بفضل الله عند محمد احمد. اه يا جماعه صدقوني البضايره ديت انا ما بشوفهاش الا قليل، وزي ما قلنا الحمام اللي احنا بنفرجكم عليه ده كله استيرادات مش مصري، الحمام ده كله بدبل بره. لو قعدنا نعمل على قد ما نعمل مش هنخلصهم والله، ربنا يزيده اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له يا رب فيما يملك. الاشكال كتير، الالوان كتير، يا رب الفيديو يعجبكم نجيب لكم حمامتين محترمين. اللي احنا عايزين حمام جامد يتعرض بنعرض لكم حمام جامد. طبعا تمر هنديات اهو، بضايره واشاقه ومفصصات وكتايبه وزرق وحبايك. انا متهيألي انا مفيش لون كده ما جبتهولكمش بصراحه. بسم الله ما شاء الله، شفت التمر الهنديه ديت؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب المال ويحميهوله يا رب. ربنا يبارك لصاحب المال. اه يا جماعه حمام الله اكبر، تكوين محترم جدا جدا جدا، ربنا يبارك لصاحب المال ويديله خيره. طبعا لو انت اول مره تشوفنا، عمرو ابو زياد المحله الكبرى يسعدني اشتراكك، فرجناك فيديو جامد جدا جدا على دلابر المانيا. انتظروا الجديد، والجديد شديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.